بعون الله وتوفيقه نعلن عن مدينة العام القادم 1442 هجري الموافق 2020 ميلادي، التي تعزز مسيرة التنمية في المملكة وتهدف لدعم النمو والاستقرار الاقتصادي والمالي. إننا عازمون بعون الله على الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بما في ذلك استثمار متحصلات طرح شركة أرامكو السعودية من قبل صندوق الاستثمارات العامة، والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة، وتمكين القطاع الخاص ورفع مستوى شفافية وكفاءة الإنفاق الحكومي لتعديل معدلات النمو والتنمية. ويبلغ الإنفاق في هذه الميزانية 1,020,000,000,000 ريال. إن هذا المستوى من الإنفاق يؤكد حرصنا على استكمال تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، وتعد هذه الميزانية استمرار لسياسة الحكومة في تطوير المرافق والخدمات الأساسية للمواطنين، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية وارتقاء بالخدمات الحكومية، ورفع مستوى جودة الحياة ودعم خطط الإسكان. وقد وجهنا الجهات المختصة بتمديد صرف بدل غلاء المعيشة سنة إضافية حتى نهاية عام 2020، كما وجهنا الوزراء والمسؤولين كلهم فيما يخص بالالتزام الفاعل في تنفيذ ما تضمنته ميزانية من برامج ومشاريع تنموية واجتماعية. نحمد الله على نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي حبان الله، وسنواصل العمل بكل ما نملك من موارد وطاقات في مقدمتها المواطن السعودي لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله عز وجل متوكل عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.